أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلي صل على محمد وعجل فرجهم ولعن عذابهم ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين الكلام في الصلاه بضع مسائل مرتبطه بوقت الصلاه وادائها وقضائها. فنقول: مر معنا ان من اشتغل باداء صلاه العصر في الوقت مشترك وتذكر في الاثناء انه لم ياتي بصلاه الظهر قبل ذلك فما هو الواجب عليه احسنتم ان يعدل بنيته من صلاه العصر الى صلاه الظهر لان الواجب هو ان تسبق الظهر العصر ماذا لو كان الامر بالعكس اشتغل بصلاه الظهر بنيه انها ظهر وفي الاثناء التفت الى انه قد اتى بصلاه الظهر قبل ذلك فهل يجوز له ان يعدل الى العصر لا يجوز الجائز العدول من الصلاة اللاحقة إلى الصلاة السابقة. أما العدول من السابقة إلى اللاحقة فلا يجوز. طيب. وهكذا نقول في صلاتي المغرب والعشاء فالعدول من العشاء الى المغرب جائز ما لم يدخل في الركعه الرابعه اما العدول من المغرب الى العشاء فباطل فاذا التفت في اثناء المغرب إلى أنه قد أداها من قبل هدم صلاته لأنها بطلت وعليه أن يشرع بعد إذن بصلاة العشاء ماذا لو شك في أثناء صلاة العصر في الصلاة اللاحقة شك ولم يتيقن أنه قد أدى الظهر قبل ذلك أم لا لا يعتني لا يعتني. يعتني بالشك فيعدل يعدل لأن شكه هو في إتيان أصل الصلاة، فيغير نيته إلى صلاة الظهر، الآن هو مشغول بصلاة العصر، في الأثناء شك، هل أتيت بصلاة الظهر قبلها أم لا؟ يعدل. يعدل بنيته إلى صلاة الظهر ويتمها بعنوان أنها صلاة الظهر إلا إذا كان الوقت المتبقي على انقضاء الصلاة ضيقا يعني إلى الغروب تبقى أربعة ركعات وهو الآن منشغل فيهن منشغل بهن فيقول إذا عدلت من العصر إلى الظهر صارت العصر ماذا قضاء خارج الـ وقت فهنا يتعين عليه وان كان شاكا في انه ادى الظهر قبل العصر ام لا يتعين عليه ان يتم العصر بنيه انها عصر فلما ينتهي منها يقضي الظهر على الاحوط وجوبا يقضي الظهر على الاحوط وجوبا ونفس الكلام نقوله في شان صلاه العشاء فاذا كان قد شك في اثنائها التفت الكلام ليس بعد الفراغ منها شك في اثنائها قبل ان يصل الى ركوع الركعه الرابعه انه هل ادى صلاه المغرب قبل ذلك ام لا فماذا عليه يعدل, يعدل. هو الان مو متيقن شاك حتى في الشك يعدل يعتني بشكه يرتب الاثر عليه فيعدل الى المغرب اذا تجاوز الركعه الرابعه ماذا عليه يتمها صلاه مغ... صلاه عشاء وبعد ذلك ياتي بصلاه المغرب الا اذا كان الوقت ضيقا الى منتصف الليل باي مقدار باي مقدار الى منتصف الليل قلنا نحن الوقت المختص بالعشاء في آخر الوقت اللي هو كم ركعة؟ ثلاث ركعات إذا تبقى إلى منتصف الليل ثلاث ركعات وهو الآن منشغل بالعشاء وشك في أثنائها أنه هل أتى بصلاة المغرب قبلها أم لا فهنا عليه بأن يتم صلاته بنية كونها عشاءً وبعد ذلك يأتي بصلاة المغرب على الأحوط وجوبا صار واضح هذا ما لو شك مساله اخرى يمكن عد هاتين المسالتين بالقاعدتين عدّهما قاعدتين الاولى قلنا لا يجوز العدول من الصلاه اللاحقه من الصلاه السابقه الى اللاحقه, إلى اللاحقة. ويجوز العكس من اللاحقه الى, إلى السابقة. السابقه المساله الثانيه حفظوها هذه يجوز العدول من الصلاة الأدائية إلى الصلاة القضائية إذا في وقت إذا في وقت سنوضح إن شاء الله أما العكس فلا يجوز يعني شخص منشغل بقضاء صلاه الصبح مثلا وبدا له في الاثناء ان يعدل بها الى صلاه الظهر اذ قد حل وقتها جائز غير جائز لكن العكس هو الان يؤدي الظهر وبدا له أن يصلي الصبح لأنها قد فاتته فيعدل من أداء الظهر من الصلاة الأدائية إلى الصلاة القضائية, إلى الصلاة القضائية قضاء الصبح جائز وهكذا في سائر الصلوات هو منشغل الآن بصلاة المغرب ولم يكن قد أدى العصر فاتته مثلا إلى أن انقضى الوقت لسبب من الأسباب له أن يعدل لا إشكال في ذلك فالعدول من الأدائية إلى القضائية جائز ومن القضائية إلى الأدائية غير جائز لا في بعض الموارد يجوز وفي بعض الموارد لا يجوز وسياتي تفصيل ذلك ان شاء الله طيب هذه المساله التي ذكرناها وهي العدول من الصلاه الادائيه الى الصلاه القضائيه جائز بشرط، ما هو هذا الشرط؟ أن يكون هنالك متسع من الوقت لأداء الأدائية في وقتها بعد العدول إلى القضائية لتكون سابقة عليها يعني إذا كان المرء يريد أن يصلي صلاة الصبح قضاء وقد انشغل بالظهر ثم التفت في الأثناء إلى أنه لم يصلي الصبح له أن يعدل يعدل عن الظهر إلى الصبح ولكن إذا كان قد تبقى على انقضاء صلاه الظهر ما لا يكفي الا لادائها واداء العصر فهنا لا يجوز ما هو الوقت المتبقي خمس ركعات الى الغروب بل نقول باكثر من هذا إذا كان لا يتبقى على غروب الشمس إلا ما يكفي لأداء ثمان ركعات وهما مجموع صلاتي الظهر والعصر أداء لكلهما في الوقت لا شيء منهما خارج الوقت فلا يعدل هنا لا يعدل وإنما يتم صلاتيه الظ الظهر والعصر وبعد إذن يقضي الصبح فإذا تضيق وقت الصلاة القضائية إذا تضيق وقت عفواً إذا تضيق وقت الصلاة الأدائية لا يسعه أن يعدل إلى الصلاة ال قضائيه الكلام في هذا الجواز مشروط ومرهون بسعه الوقت والمساله الاخرى هي مساله معروفه وهي انه اذا ما عدلت من صلاه ادائيه الى صلاه قضائيه فلا بد من الحرص على ان العدول يكون قبل تجاوز ركعات الصلاه القضائيه التي تريد انت العدول اليها فلو كنت مثلا منشغلا في صلاه الظهر منشغلا بصلاه الظهر في الركعه الثالثه وبدا لك أن تعدل إلى الصبح جائز غير جائز، ليش؟ لأنك قد تجاوز. تجاوزت بعد الركعتين، ودخلت في الثالثة فلا عدول نعم إذا كنت في الركعة الأولى أو الثانية فلك أن تعدل ندخل في فرع جديد من فروع وقت الصلاة وأحكامها، أو أحكام الوقت. فنقول: وهذه مسألة جدا مهمة، لأننا ابتلينا بها مع بعض المؤمنين. أنا كنت ألاحظ طوال هذه السنوات أيها الأخوة، أن هنالك إصرار عجيب من بعض المؤمنين على التعجيل بالصلاة بناء على المواقيت الحسابية يعني هو عنده جدول من لندن مثلا مو هالشكل فيقول لك صلاة المغرب مثلا الساعة سبعة ونص سبعة وثلاثين دقيقة بس يحصير سبعة وثلاثين دقيقة يلا شيخنا الصلاة يلا شيخنا الصلاة أقول لهم ما صار إحراز لدخول الوقت أنا أشوف السماء ولذلك أنتوا تلاحظون أنه إحنا على هاي الجداول ما نعتمد ولذلك إحنا عادةً التوقيت ما لنا مسوينا بعد المراقبة ضفنا على المواقيت هذه اللي بالجداول ضفنا عليها خمس دقائق مو الشكل؟ حتى نكون شوية في حالة يقين ومن هنا هم ننصح المؤمنين انه ان شاء الله يعتمدون الاذان اللي يبث بالتلفزيون اللي في فدك يعني او صوت العتره عليهم السلام لانه خليه يتاخر هو هذا شوفوا المساله هذه اخواني شرعا هذا فقها لا يجوز الشروع في الصلاه قبل احراز احراز حتى مو ظن احراز الدخول دخول وقت الصلاه ما يصير تبدا الصلاه قبل ان تقطع بدخول وقت الصلاه الحسابات هذه الحسابات الفلكيه لا اعتداد بها هذه حسابات ظنية لا تورث يقينا ولا قطعا تورث شنو أقصى الفروض تورث ماذا ظنا منو قال لك بالظن يجوز أنه أنت تبدأ تشرع بالصلاة ما يجوز لا مو صورة دقيقة والدليل أنهم يختلفون فيما بينهم روح شوف الجداول كل واحد كل قوم بجدولهم فرحون مو الشكل وعاد يصلي هالوقت وعاد يصلي هالوقت هذه حسابات اجتهادية حسابات اي حسابات اجتهادية أكثر من هذا صلاة الصبح تعال شوف هذا تقويم ساعة كاملة. ساعة تقويم هذه الجهة تقويم هذه الجهة فرق بينهم 40 دقيقة أكثر ساعة كاملة شيخنا يعني هذا مو كلام من يقول هاي حسابات دقيقة هذه حسابات ظنية اجتهادية تقريبية مو بالدقيقة وبالثانية نعم بعضها بحسب المراقبة انا راقبت خاصه في ايام الكويت رايت هنالك دقه مثلا في مساله طلوع الشمس كان عندنا تقويم شيء تقويم العجيري يسموه بالفعل راقبت انا راقبت على البحر ايام انه متى قرص الشمس يظهر مباشره بالفعل بالدقيقه كان حساب دقيق اما بالنسبه الى باقي المواقيت مواقيت الصلاه مو دقيق لا مو <applause> الزوال هم أقرب إلى الدقة أيضا للإنصاف بالنسبة للزوال أيضا بالنسبة إليهم أقرب إلى الدقة لأنه قرص الشمس الظاهر سهل حساب طلوعة مغيبة زوالة أما الكلام كله بتوابعه ولواحقه ومقدماته الحمرة المشرقية، الحمرة المغربية، هذه اللي الفجر الصادق، هذه اللي تسبب التباس. خاصة في مثل هذه البلاد الغربية التي الأفق فيها أفق محير لأنه قريب من الأفاق الرحوية فمدة اللبث والمكث في السماء تطول عن سائر الأفاق فتسبب اشتباه وحيرة. فالمهم متى يجوز للمصلي أن يبدأ الصلاة إذا أحرز دخول الوقت وهذا الإحراز إما أن يكون إحرازا شخصيا يقين شخصي يصير عندك أنت تشوف أنت تباوع تقول والله زالت الحمرة المشرقية مية بالمية إيه لك أن تصلي أو أن يخبرك بذلك العدلان مو عادل واحد يعني حتى شهادة واحد شنو عادل ما تكفي شهادة عدلين لتعد ماذا بينة بينة شرعية إجوا اثنين من العدول قالوا لك دخل وقت الصلاة لك أن تصلي أو شهادة واحد ثقة فرق بين العادل وبين الثقة ثقة يعني كلامه موثوق مضبوط يطمئن إلى كلامه إن كان من أهل الخبرة فهنالك قول بترتيب الكلام بترتيب الأثر على كلامه مثلا أنا شخصيا أرتب الأثر على قول الخبير الكافر في هيئة الأرصاد البريطانية بالنسبة لطلوع الشمس أرتب الأثر لأنه بالفعل هم متأكد وأدري أن كلامه دقيق أما مطلقا لا مطلقا لا وهذا أيضا على قول لأنهم يشترطون أيضا في الثقة أن يكون مسلما على آية أسأل واحد أم يريد يحتاط شنو المشكلة واحد شوية يأخر حتى يتيقن وهذا هو الحكم الشرعي الواجب عليك إذا لم تحرز لا إحرازا شخصيا ولا بشهادة العدلين أي قيام البينة أو شهادة الثقة الواحد لم تحرز بهذه الأمور دخول الوقت يجب عليك يجب عليك يجب عليك شوف ثلاث مرات نقولها حتى يقول قالها ثلاثا يجب عليك تأخير الصلاة إلى أن تطمئن أو تقطع بدخول وقتها السماء مغيمة وإحنا ما شاء الله هنا بلندن دائما السماء مغيمة مثلا مو هالشكل او انت مسجون انت ما ادري اي ظرف من الظروف فما مطمئن انت بدخول وقت الصلاه اتاخر صلاتك حتى لو ان شاء الله ساعه بحيث لما تبدا بالصلاه انت مطمئن مئه بالمئه انه قد دخل وقت الصلاه ولهذا هاي مره اخرى احنا منكررها نصحنا المؤمنين في البلاد الغربيه الاوروبيه لندا، هذا بريطانيا، ايرلندا، فرنسا، بلجيكا، سويد، المناطق بخصوص صلاة الصبح ألا يصلوها على مدار العام إلا قبل ساعة وربع إلى ساعة ونصف من الشروق تحسب موعد الشروق؟ قبلها ساعة ساعة وربع ساعة ونص على الأكثر تصلي مو ساعتين لأنه الآن تعال شوف هاي المواقيت كثير منها ساعتين أكثر بعضها حتى ساعة ونص ربما هم شوية يعني في النفس منها شيء ساعة ساعة بعد مية بالمية ساعة وربع يقول يقول, يقول لي السماء منورة واحد من المشايخ يقول يقول لي شيخنا صحيح هو هذا بس انا اشوف السماء منورة اقول لي واذا السماء منورة هذه افاق رحوية هاي لا تخدعك وإذا خير إن شاء الله أنت حتى تطمئن ساعة وربع خلينا نقول ساعة وربع قبل الشروق إيه إمساك تحتاط من الجهة الأخرى تشوف هذه المواقيت اللي هم يقولون وقت الإمساك تأخذ قبلها بربع ساعة ماشي فتمسك قبل تصلي بعد الإمساك يصير قبل المواقيت المذكورة الآن أنه يدخل فيها ود وقت الفجر ووقت الإمساك أيضا قبله أخذ لك قبلها ربع ساعة أمسك أما صلاة الصبح لا تؤديها إلا بعدما يمضي من الوقت ما يبقى أو يتبقى على أداء على طلوع الشمس على شروق الشمس مقدار ساعة وربع لا أقل لا أكثر، صار واضح؟ لأنه المسألة الشرعية هذه إذا لم يستطع المكلف أن يتيقن بإحدى هذه الطرق وهي الاطمئنان الشخصي أو اليقين الشخصي بسبب الرؤية مثلا أو شهادة العدلين أو إخبار الثقة ما استطاع أن يتيقن بدخول الوقت يجب عليه تأخير الوقت تأخير الصلاة واجب مو قضية مستحب وما مستحب يقول لي هذا الجدول الشكل يقول الجدول شنو الجدول شهادة ثقة تعرفه هو أبو الجدول منو الجدول هاي شهادة عدلين اطمئنان شخصي أو هذا يقين شخصي لا مو يقين هذه حتى الحسابات هو تسأله هو أبو الجدول يقول لك يا حسابات تقريبية أنا دا لك لا تخليها برقبتي وذمتي انا اقول لك هذا الشيء اللي شنو تقريبا بهذا الوقت يطلع احنا شفنا كثير من هاي الجداول فيها اشكال بالرؤيه شفناكم فيها اشكال لانه هم بانيهم يحسبون يحسبون حسب الدرجه ويختلفون متى الفجر الصادق الفجر الكاذب هاي المسائل عاده اكثر الابتلاء فيها في الصلاتين الصبح والمغرب اكثر المشكله هنا تصير ولا الف... ال... الظهر هم تقريبا محسومه الى حد ما دقيق الجداول هم دقيقه كما قلنا طلوع الشمس من نفس الشيء الى حد ما دقيق بعدين اكو مساله اخرى اخواني خاصه في هذه البلاد الان من منطقه الى منطقه يختلف يصير بها دقائق شويه فروقات الان مركز لندن غير اطراف لندن احنا اطراف لندن فرق اكو دقيقتين ثلاثه اكثر احيانا في... في الصيف يصير فرق كثير ليش انا افاق رحويه فظل الليل هذا من يدخل مو فجاه يجي على كل هذه الافاق فانت شلون تبني على جدول هو محسوب على فرض دقته محسوب على السنتر على مركز العاصمه وين هذه مساحه شاسعه وين هذه جريتر لندن جد كبيره مو هالشكل اكبر من الكويت تطلع يمكن مو هالشكل او البحرين مثلا فما يصير هذا الحكي الناس تتساهل الذكر في السنوات الأولى من إجيت إلى هذه البلاد كانوا أصلا يدردمون هذا الشيخ يأخر صلاته ليش يأخر صلاته نريد نصلي ويصيحون يصيحون يلا وما أدري شلون وكذا أقول لا انتظروا بعد خمس دقائق يقوموا يدردمون يحجون غلط هذا الحكي هذه مسائل شرعية لا بد من الالتزام بها هذا وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل, محمد وعجل, 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 وعجل فرجه ورحمنا بهم